رجعنا مع حضراتكم وفقرة المميزة أسبوعيا مع المميز المتألق دائما عمر البنوبي. بنرحب بك يا عمر وأهلا بك في البيت الكبير. أهلا بك كابتن هاني رمزي. النهاردة بقى الأهلي بطل أفريقيا. الحمد لله الحمد عمر لله. كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات وكنا دايما بنقول يعني إن شاء الله نحتفل الأسبوع اللي جاي وتكون موجود معنا. فيعني مبروك أولا على البطولة الغالية الكبيرة جدا جدا، وأنا عارف النهاردة عندنا حاجات وقلت في الانترو عندنا حاجات ان شاء الله تعجب الساده المشاهدين، ممكن تتعرض اول مره مش بس هنا في شاشات التلفزيون المصري او في مصر لكن على مستوى الوطن العربي. انت دايما سباق بالحاجات دي يا عمر ودايما متميز يعني. حبيبي كابتن هاني وجودك معانا شرف دايما يا عمر. اشكرك كابتن هاني، ان شاء الله تبقى حلقه كويسه ان شاء الله باذن الله. واكيد بقى وتقول لنا مباراه القمه ومباراه نادي الاهلي والزمالك شفتها ازاي، انطباعاتك سريعا عليها ازاي، المكاسب اللي الناس ممكن ما تكونش شايفاها بشكل مميز او بشكل كبير، رؤيتك للمباراه دي سريعا يا عمر. يعني انا شايف انه الاهلي اظهر شخصيته، شخصيه البطل في المباراه دي تحديدا، يعني على مختلف المستويات. انت بتبدا بتسجل بدري، بيدخل فيك جول، تقدر ان انت في الوقت القاتل ترجع تاني لهوايتك وان انت تسجل تاخد بطوله، بتضيف النجمة التاسعة، شايفها منورة النهاردة كمان في القناة وفي كل حتة. يعني اعتقد غيروا التيشيرتات كلها للنادي الاهلي، اللوجو اختلف تماما. ده طبيعي، لازم انك بتضيف النجمة التاسعة لان ده انجاز تاريخي انت بتحققه كل سنة. ده ان شاء الله وان شاء الله يا رب، يعني نتمنى انه على طول الاهلي في انجازاته في نجاح. انا شايف كمان انه كانت يعني ضربة موفقة جدا، الضربة القاضية، قدرت ان انت تفرض سيطرتك على القارة كلها كرويا. تجربتك، نجاح التجربة الاستثنائية ان انت تراهن على بيتسو موسيماني انه يكون موجود ويتولى المهمة في وقت حرج جدا فنيا. اكيد حضرتك مدرب كبير عارف جاي في وقت صعب جدا قبل ماتش سيمي فاينل، بيفنش دوري، بيدخل على السيمي فاينل قدام بطل زي الوداد، ثم يوصل للنهائي قدام فريق محترم زي نادي الزمالك، يقدر انه يكسب اداء في وسط برضه ظروف الكورونا. احنا في ظروف استثنائيه على مستوى العالم مش بس في افريقيا، لكن كالعاده الاهلي بطل. ما اعتقدش ان النادي الاهلي كان يقبل بحاجه غير كده، يعني ولا جمهور الاهلي كان مستني حاجه غير كده. نتمنى كمان ان الاهلي يوفق كمان في مباراه السوبر الافريقي، انه كمان عنده نهائي كاس مصر كمان 3 ايام. اعتقد انه خلاص الاهلي رجع لحاله التحديات المتتاليه، قفلت صفحه دوري ابطال افريقيا، داخل بيفكر عنده بطولتين ورا بعض. اتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق. اعتقد ان مكاسب الاهلي من البطوله دي لا كتير جدا جدا جدا، ممكن هنتكلم بقى كمان طول الحلقه في حاجات كتير تخص الموضوع ده ان شاء الله باذن الله.